ما زال البحر حاسما في كسب الحروب والمعارك، بأساطيلها الضخمة تهيمن أمريكا على بحار العالم. وقبلها بنت بريطانيا مجدا إمبراطوريا لم تكن الشمس تغيب عنه بفضل أسطولها البحري. هنا في معرض ومؤتمر الدوحة للدفاع البحري الذي افتتحت نسخته الثامنة برعاية أمير قطر، يكشف عمالقة التصنيع الحربي عن جانب من أحدث ابتكاراتهم في مجال الدفاع البحري. أكثر من 200 شركة عالمية وقطرية متخصصة في الأمن والدفاع، وبحضور وزراء دفاع وقادة جيوش وصناع قرار من دول عدة. طبعا السفن الحربية بحجم كبير مثل الكورفيت والفرقاطات لا يمكن الاستغناء عنها، لأن هذه تصنيع أن تبحر أسابيع وأشهر في البحر. الأمن البحري ليس محصور في مساحة ضيقة حتى نستطيع أن نستغني عنها. أسلحة وأنظمة دفاعية بحرية أقل حجما من القطع البحرية التقليدية، لكنها أشد فتكا وأكثر تطورا واعتمادا على الذكاء الاصطناعي. في حرب أوكرانيا شكلت الزوارق المسيرة الصغيرة تحديا لأسطول البحر الأسود الروسي، وكشف العدوان على غزة تحديا للأساطيل التجارية والحربية في البحر الأحمر. في المجال البحري نستطيع الجزم أن دفاعنا البحري مؤمن بنسبة 95% اعتمادا على قدراتنا المحلية في تركيا، ونحاول الآن أن نوسع هذا التأمين البحري ليشمل دولا صديقة. أصبح استهداف الأساطيل البحرية التقليدية سهلا والدفاع عنها صار باهظا. رادارات وأنظمة دفاع بحري تعمل بالذكاء الاصطناعي. هنا تبحث وتبرم الصفقات، تحدث الجيوش قدراتها البحرية الدفاعية، ففي أعالي البحار وأعماقها المظلمة لم تعد هناك بوارج وغواصات فحسب، بل آلات ذكية غير مأهولة قد تكون سببا في انتصار الجيوش أو انكسارها. فتحت حرب أوكرانيا أعين الجيوش على خطورة سلاح الزوارق الانتحارية والغواصات الذكية المسيرة. وهنا في معرض الدوحة للدفاع البحري يحتدم السباق نحو حروب مستقبلية شبيهة بتلك التي تصورها أفلام الخيال العلمي، حروب يشعلها البشر وتخوضها الآلات نيابة عنهم. صبر أيوب، العربي، الدوحة.